انا مسافر على كوريا وبدي ارجع على لبنان جايب المركز الاول. هلا رايحه على كوريا واسقه من هناك. كثير سهروا كثير اشتغلوا كثير دربوا كثير. سفيرة لبنان اذا الله بيريد، هيدا لبنان الحلو. نحن بحاجة لإنجاز مثل هذا الإنجاز. هذا لبنان الإبداع والعطاء والثقافة والحضارة. أولاد كانوا 7 بين 500 ولد، بس لما طلعت النتيجة طلعت النقطة كبيرة. 4 أطفال حققوا مرتبة أولى، وطفلان حققوا مرتبة ثانية، وطفل حقق مرتبة ثالثة. نحن بنعرف إن شاء الله إنه هول الأولاد حيكونوا مستقبل لبنان.